السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق. قيادات عسكرية وسياسية تتفقد أبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهات العزة والكرامة. إصلاح الحديدة يقيم فعالية عيدية ويؤكد على استمرار النضال لتحرير المحافظة وانتزاع حقوق أبنائها. تفاصيل الأنباء يقرأها علي عزي، بسم الله الرحمن الرحيم. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم في أول أيام التشريق، حيث يلبث الحجاج خلال أيام التشريق في مشعر منى يذكرون الله ويلحون بالدعاء ويكملون رمي الجمرات الثلاث. وقالت وزارة الصحة السعودية بأن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تسجل بينهم أي تفشيات أو حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة. ودعت كافة الحجاج في أول أيام التشريق إلى تجنب الإجهاد الحراري تفاديا لأي إصابات تتعلق بالإجهاد أو حدوث ضربات شمس، والوقاية من ذلك باستخدام المظلات وشرب السوائل والراحة بشكل مستمر أثناء تأدية المناسك، وتجنب العدوى من خلال ارتداء الكمامة. على مختلف الصعد وفي جميع المشاعر والنسك تتجلى عالمية الإسلام، ويلتقي الحجاج من مختلف دول العالم على بساط المساواة، فتسمو الأرواح ويغدو البياض لون الفطرة وشعارها. نتابع. ها هم هنا، الكل واحد، والملايين على قلب رجل واحد، فلا ألوان ولا أعراق ولا اختلاف ولا فوارق ولا جنسيات ولا تمايز، الكل سواء، والبياض هو لون الفطرة الإنسانية ودالة التجرد والنقع. في كل مشعر دلالات ودلالات، ولكل منسك أبعاد وأبعاد، وعلى هذه الصعد الطاهرة تجسيد واقعي وتأكيد سنوي على عالمية الإسلام الحنيف وإنسانية الملة السمحاء في فضاء كوني يتماهى في مواقيته كل زمان ومكان وإنسان، من بدء الوجود إلى ختام الحياة، ومن أقصى المشرقين إلى أنأ المغربين. هو ذا الإسلام إنسانيا عالميا كونيا أبديا في أجلى تجلياته، سمو روحي على كل الاحتياجات والماديات وعلائق النفس والدنيا والهوى، وساحة سلام يتساوى فيها الإنسان والإنسان. وهؤلاء هم الحجاج اليمنيون في بيت الله الذي جعله مثابة للناس وأمنا، يجسدون مع ملايين الحجاج الذين أتوا من كل فج عميق في أسمى لوحة كونية لوحدة الإنسان والبشر وقيم الحب والإخاء والسلام. كان للقبائل اليمنية من الأوس والخزرج الدور الكبير في حمل راية الإسلام، ففي السنوات الأولى للبعثة النبوية وفي موسم من مواسم الحج كانت بعثة العقبة الثانية ليهاجر بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. كاميرا سهيل سجلت تقريرا عن ذلك الحدث التاريخي العظيم. نتابع. في ليلة من ليالي موسم الحج قبل أكثر من 14 قرنا، وفيما كانت قبائل العرب في خيامها هنا في صعيد منى، عقد بالقرب من الخيام أعظم تحالف في تاريخ البشرية. ففي الهزيع الأخير من الليل خرج 73 رجلا وامرأتان من خيام الأوس والخزرج لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم متسللين حتى اجتمعوا عند العقبة، وتحديدا حيث بني مسجد الخيف الذي يظهر في الصورة. سرعان ما جاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، فقالوا: تكلم يا رسول الله وخذ لنفسك وربك ما أحببت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم.
فأخذ البراء بن معرور يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. بايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. ثم قاطعه أبو الهيثم بن الهيتان وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. ويقصد بذلك اليهود: فهل عسى إن قطعناها ثم أظهرك الله تركتنا وعدت إلى قومك؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم بايعوه بيعة الحرب أو بيعة القتال حتى الموت، وهي ما عرفت بكتب التاريخ ببيعة العقبة الثانية. وبعد البيعة صرخ الشيطان من رأس العقبة، ثم اهتزت قريش من الصدمة، ثم انعطف التاريخ باتجاه يثرب، وحمل الأوس والخزرج راية الإسلام وقاتلوا وذادوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله له الأمر. من مشعر منى عبد الإله البوري سهيل. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان بن علي العرادة يوم أمس في مدينة مارب رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز وعددا من قيادات الدفاع والأمن بالمحافظة بمناسبة عيد الأضحى. ونقل اللواء العرادة تهاني وتبريكات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية وخاصة المرابطين في الجبهات وأسر الشهداء والجرحى والأسرى والأبطال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال اللواء العرادة: إن القيادة السياسية تدرك أن ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بعيدة كل البعد عن السلام العادل الذي ينشده اليمنيون، وأشار إلى ما قدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من تنازلات من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني والمواطنين والتي تعمل تلك الميليشيا على مفاقمتها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية. تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي مستشفى صلاح الدين العسكري بمدينة عدن ومقر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، واطلع وزير الدفاع على أوضاع الجرحى وشدد على أهمية العناية الفائقة بهم وبما يليق بتضحياتهم وبطولاتهم في مختلف ميادين وجبهات الرباط في مواجهة ميليشيا الحوثية الانقلابية والتنظيمات الإرهابية. كما زار وزير الدفاع مقر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن ووقف على جاهزية وحدات المنطقة الرابعة وأحوال منتسبيها في مختلف معسكرات ووحدات المنطقة، وأكد على أهمية رفع الجاهزية واليقظة العالية في مواجهة الإرهاب الحوثي أو المتخادم معه وبذل أقصى الجهد القتالي في معركة استعادة الدولة. وفي سياق متصل، زار وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي مقر قيادة قوات الدعم والإسناد المرابطة في العاصمة المؤقتة عدن ضمن القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وهنأ وزير الدفاع قيادة قوة الدعم والإسناد 802 بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستمع إلى شرح حول جوانب الإسناد العملياتي واللوجستي الذي تقدمه قوات التحالف العربي للقوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية. ونوه الفريق المقدشي بمواقف الأشقاء في التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن. تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في الخطوط الأمامية والمواقع القتالية بالمنطقتين 6 و 7، وأشاد الفريق بن عزيز بالجاهزية والمعنوية العالية لدى الأبطال المرابطين وصبرهم وتضحياتهم الكبيرة في مقارعة فلول الميليشيا الحوثية الإيرانية. واطلع الفريق بن عزيز على أوضاع المقاتلين وحجم الخروقات الحوثية للهدنة الأممية واعتداءاتها المتكررة على مواقع الجيش والأحياء السكنية والأعيان المدنية. وقال الفريق بن عزيز: إن الأبطال يرابطون في سبيل الله ثم الوطن ويخوضون معركة القادسية ضد الفرس بقوة وصلابة حتى يتحقق النصر والأمن والاستقرار. وثمن رئيس هيئة الأركان العامة دور تحالف دعم الشرعية في مساندة الشرعية والقوات المسلحة في مختلف المجالات. تفقد مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العميد صادق الحاج ومعه مدير دائرة الأمن العسكري العميد الركن عبد الله اليمني أبطال الجيش والمقاومة الشعبية بجبهة الريان،
ونقل مساعد رئيس هيئة الاستخبارات إلى الضباط والصف والجنود تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بعيد الأضحى المبارك، وأشاد العميد الحاج والعميد اليمني بما وجداه من حالة انضباط وثبات وروح معنوية عالية يتمتع بها أبطال الجيش والمقاومة، وشدد على أهمية اليقظة العالية والاستعداد لأي طارئ. من جانبهم عبر القادة والجنود في جبهة الريان عن شكرهم لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على الزيارات المتوالية والاهتمام الدائم بالمقاتلين في مختلف الجبهات، مؤكدين جاهزيتهم لتنفيذ أي مهام عسكرية. زار رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول اليوم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات المنطقة العسكرية الثالثة، وأشاد اللواء الأشول بانضباط أبطال الجيش والتزامهم التام بوقف إطلاق النار رغم خروقات ميليشيا الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران التي أثبتت للعالم أجمع أنها لا تلتزم بعهد ولا ميثاق. وأكد اللواء الأشول أن التضحيات الغالية التي يبذلها أبطال الجيش وأحرار اليمن على امتداد خارطة الوطن ستثمر نصرا مؤزرا ومستقبلا واعدا لكل أبناء الشعب اليمني في ظل النظام والقانون والمواطنة المتساوية. قام قائد المنطقة العسكرية السادسة لواء هيكل حنتف بزيارة تفقدية في أول أيام عيد الأضحى المبارك لجبهات المنطقة العسكرية السادسة شرق محافظة الجوف. وقال اللواء هيكل حنتف إن تواجد الأبطال المرابطين في مواقع الشرف خلال أيام العيد يدل على الجاهزية العالية لدى الأفراد في المنطقة العسكرية السادسة للتحول من الدفاع إلى الهجوم في حال لم تلتزم ميليشيا الحوثية الانقلابية بالهدنة ولم تجنح للسلام. وأضاف حنتف أن الميليشيا تنتهج سياسة المراوغة لكسب المزيد من الوقت للإعداد والتحشيد واستقدام الدعم من الدول الداعمة للإرهاب وفي مقدمتها إيران من أجل خوض معارك جديدة تستنزف الشعب اليمني وتسعى إلى تقويض مشروع الدولة والمكتسبات الوطنية. نحن هنا في مواطن الرباط في موقع من المواقع لأحد الوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية السادسة، ونحن نرى هؤلاء الأبطال في هذه الأماكن يدل على مهما استمر السلام أو الهدنة إلا أنهم يعلنون ويقولون نحن على جاهزية تامة وعلى استعداد تام لأن نتحول إلى أن نصل إلى عمق دار هؤلاء البغاة. نحن هنا نحافظ على يعني قيمنا وعلى تراب هذا الوطن، وسنقول لقيادتنا السياسية أن قواتكم المسلحة على أهبة الاستعداد وتنتظر التوجيهات العسكرية الصادرة منكم لنتحول من الدفاع إلى الهجوم. تفقد أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية جبهات المنطقة في منطقة قناو والشهلاء شرق بئر المرازيق في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وقال العميد محمد بن راسية بأن الميليشيا الحوثية مستمرة في خروقاتها خلال أيام عيد الأضحى في مختلف الجبهات، مشيرا إلى إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيا حاولت استهداف مواقع الجيش في أول أيام العيد. وأضاف بن راسية بأن ميليشيا الانقلاب لم تلتزم بأي هدنة تم الإعلان عنها، مؤكدا أنها تواصل تعنتها ورفضها لكل مبادرات السلام. ونحن نزور المواقع حقيقة أنه هناك ما يسمى بالهدنة، لكن الحوثي لا يعترف بالهدنة. نحن دائما نمد أيدينا للسلام، لكن سلام ليس بشروط الحوثي، وإنما سلام بشروط الوطن، والوطن سلام بشروط العزة والكرامة والنصر إن شاء الله تعالى. أقول يعني هذه الهدنة صحيح أن هنالك هدنة، لكن لم يحترم هذا العدو الهدنة. وكما رأينا اليوم طائرة الاستطلاع التي تم أو طائرة المسيرة التي تم إسقاطها في هذه المواقع صبيحة الأمس دليل على أنه العدو لا يعترف بالهدنة ولا يحترم الهدنة. قام قائد مطار قبائل دهم وأبناء محافظة الجوف الشيخ خالد بن علي شطيف بزيارة عيدية لأبطال الجيش الوطني ورجال القبائل المرابطين في الجبهات الغربية لمحافظة مارب. وقال الشيخ خالد بن شطيف بأن قوات الجيش والمقاومة ورجال القبائل تتصدى لهجمات ميليشيا الحوثي التي تشنها في ظل الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الميليشيا استغلت الهدنة في تحشيد المئات من المغررين والزج بهم
إلى محارق الموت، وأكد أن الأبطال في أتم الجاهزية والاستعداد لصد أي هجمات قد تقوم بها الميليشيا الحوثية خلال الأيام القادمة. زرنا اليوم الجبهات الغربية في محافظة مألب، وزرنا الأبطال السلام عليهم للعيد الكبير، وإن شاء الله أن النصر قادم، وأن الحوثي مهما حاول أن يخترق أو أن يعبث في البلاد فإن الأبطال له بالمرصاد. الحوثيين اليوم في فترة تحشيد، استغلوا الهدنة من أجل حشد المقاتلين، حشد المرتزقة وحشد أنصارهم في الداخل وفي الخارج، لكننا نقول لهم أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل لهم بالمرصاد، ولن تطول أيامهم في صنعاء وفي كل محافظات اليمن. تفقدت قيادة محور تعز أفراد الجيش الوطني في عدد من المواقع والمتارس الأمامية، حيث قدمت لهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأشادت بصمود الأبطال ورباطهم في مواقع الفداء من أجل الوطن والشعب. قيادة محور تعز بالميدان مع المقاتلين تتفقدهم بالمواقع والمتارس الأمامية وتهنئهم بالمناسبة الدينية التي حولتها ميليشيات الحوثي من مناسبة للالتقاء والتسامح والبهجة وفرح الأطفال إلى ذكرى للفرقة وتقسيم اليمنيين وحصار وقطع للطرق ومعاناة المسافرين. زيارتنا اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأبطالنا في المتارس في الخطوط الأمامية، نقول لهم كل عام وهم بخير، وننقل إليهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وكذلك قيادة المحور ومحافظ المحافظة، الكل يكن الكل القيادات على كل المستويات تكن الاحترام والتقدير، وهم مقدرين الدور اللي يؤدوه هؤلاء الأبطال. لا أجمل من العيد في المتارس وحراسة المدينة في مواقع العزة والشرف والاستعداد لأي طارئ مع الحشود الميليشياوية حول المدينة وخروقاتهم اليومية ضد الجيش والمواطنين على السواء، هكذا يقول رجال الجيش والمقاومة. والزائرين رأوا بأعينهم أسودا تنتظر فرائسها بمعنويات لا توصف إلا أنها تناطح الجبال، ويقظة وحذرا واستعدادا عالا لمجابهة أي تحركات معادية تقوم بها ميليشيات إيران الإرهابية. جاهزين مستعدين على أكمل وجه، استعداد قتالي عالي، سنواجه بكل ما نملك من قوة من عتاد. يمر علينا هذا العيد ونحن في جاهزية قتالية عالية، مستعدين لمواجهة الميليشيات الحوثية في أي وقت إن شاء الله. المواقع ممتلئة بالمقاتلين المستعدين لأي طارئ، فهم يعلمون غدر الحوثيين وعدم اعترافهم بأعياد دينية أو اتفاق لارتباطهم بإيران، فمنها يتلقون الأوامر بحسب مصالحها. هذه الأوامر تعتقدها الميليشيات بأنها دين، لذا لن يجدوا إلا الرصاص الأحمر ونارا تلتهم حشودهم الغوغائية مثل ما قال المقاتلون، كما التهمت حشود 7 سنوات. قام قائد محور علب اللواء ياسر حسين مجلي وأركان حرب المحور العميد أديب الشهاب بزيارة تفقدية لأبطال الجيش الوطني المرابطين في جبهات الشرف والبطولة في مديرية باقم بمحافظة صعدة، وهنأ اللواء مجلي الأبطال بعيد الأضحى المبارك مشيدا بصمودهم واستبسالهم في مواجهة الانقلاب الحوثي، ونقل إليهم تحيات قادة المجلس الرئاسي. وثمن اللواء مجلي والعميد الشهاب الدعم والإسناد السخيين من دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمختلف الجبهات وفي كل الأصعدة. نهنا القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير ممثلة بمجلس الرئاسة، وكما لا ننسى في هذا الأثناء التهنئة للاتحاد العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ونقول لهم شكرا، كل عام وأنتم بخير والشعب اليمني بخير بإذن الله، ونسأل الله التوفيق والنصر والتمكين بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المناسبة اليوم الفضيل عيد الأضحى المبارك،
نرفع اسماء التهاني والتمنيات لخامد واعضاء مجلس الرئاسه. نؤكد لابناء الشعب اليمني اعزائنا من الهدنه، نمد يد من السلام ويدا على الزناد. القياده السياسيه ممثله بالمجلس الرئاسي كما هي الى افراد الجيش الوطني المرابطين على ثغور الوطن وعلى امتداد الجبهات، ورسالتنا ايضا الى الجيش الوطني الى اخذ كافه الاحتياطات اثناء في هذه الفتره، وان شاء الله الجيش الوطني يحسم المعركه ان شاء الله في اقرب وقت. أكد عدد من أبطال الجيش الوطني في محور مران بمحافظة صعدة جاهزيتهم لاستكمال معركة استعادة الدولة والانتصار للإرادة الشعبية ودحر المشروع الحوثي الكهنوتي الإرهابي. ورفع الأبطال أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مجددين الولاء لله ثم للوطن والقيادة السياسية. وحيا أبطال محور مران اللواء الثالث عروبة جميع الزملاء في مواقع الشرف والبطولة وفي مختلف المناطق العسكرية. نهني الشعب اليمني والقيادة السياسية الممثلة بالدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ونهني القيادة العسكرية في الجبهات الداخلية والشريط الحدودي وعلى رأسهم قائد محور مران قائد اللواء الثالث عروبة اللواء عبد الكريم السدعي أحد مؤسسي الجيش الوطني وأبطال محور مران بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعود الأمن والاستقرار إلى وطننا الغالي على قلوبنا. كما نهني قيادة التحالف العربي الذي تقودها المملكة العربية السعودية الدولة الشقيقة الكبرى الذي سخرت أموالها وجيوشها وسياستها ودم أبنائها من أجل عيش المواطن اليمني حرا كريم، وحفظ الله اليمن أرضا وإنسانا. رسالتنا إلى أبناء الجيش الوطني في كل الجبهات وفي كل الميادين وفي كل التباب والثغور والوديان، ونقول لهم أولا عيد مبارك علينا وعليكم جميعا بالخير والصحة واليمن والبركات، وإننا على عهدكم ماضون، ولا تنقصنا رجولة من سبقنا في الشهادة أو من بترت رجله أو يده. وهذه رسالتنا موجهة من قيادة محور مران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة يوم عيد الأضحى المبارك نهني القيادة السياسية ممثلة بالمجلس الرئاسي، كما نهني إخواننا من أبطال الجيش الوطني المرابطين في مارب، في شبوة، في الساحل الغربي، في المناطق الجنوبية، في الشريط الحدودي. من فهذه التهنئة مقدمة من أبطال محور مران، وشكرا. أوكي. وإن شاء الله سبحانه وتعالى النصر على أيدي أبطال الجيش الوطني المعول عليهم. نلتقي بالعاصمة صنعاء باليمن الكبير، وشكرا. إخواني منتسبي اللواء الثالث عروبة، كما نعتز بانتسابنا لهذا اللواء هو مدرسة البطولة والانتماء ونموذج التضحية والفداء الذي مر عنوف الميليشيات الإيرانية في المرحلة الأولى لبدء المعركة قطع رأس الأفعى، وسنعود المعركة وسننتصر من جديد وسنرفع العلم الجمهوري في أعلى قمم مران. فالوطن والتاريخ ما بيذكر لمن كانوا شرفاء أحرار رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبيكون مفخرة لأبناء الشعب اليمني. أما الذين ليس لهم أي قيمة ولا أي رباط بجبهة العزة والكرامة يعني ما بذكرهم التاريخ أبدا إطلاقا، فالتاريخ ما بذكر لمن كانوا شرفاء أحرار رجال صدقوا ما عهد الله عليه، رجال قدموا نموذج التضحية والفداء لأجل هذا الوطن. فأسأل الله التوفيق وأسأل الله أن ينصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، الرحمة على شهدائنا الأبرار الرجال الذين صدقوا ما عهد الله عليه، نحن على دربهم سائرين، الشفاء لجرحانا الأبطال، النصر لليمن، الحرية للمعتقلين. التحية والمجد لكم أيها الأبطال الأشاوس. بالروح بدم نفيك يا يمن، بالروح بدم نفيك يا يمن.
انتشارات تجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة كافة أبناء المحافظة ومكوناتها الرسمية والشعبية إلى استلهام معاني عيد الأضحى في إحياء قيم التراحم والتكامل والتعاون ورص الصفوف لأجل صناعة فرحة النصر والتحرير بإذن الله. وأكد الإصلاح في بيان عقب فعالية عيدية أقامها يوم أمس السبت لأعضائه ومنتسبيه ولنازحي الحديدة في مدينة مارب، أكد الإصلاح على عدالة القضية التهامية والتي استمرت لعقود من التهميش والمعاناة، مشيرا إلى استمرار الإقصاء والتهميش حتى هذه اللحظة. كما ثمن الإصلاح الحملات الإعلامية التي نفذها النشطاء والحقوقيون والإعلاميون وكل أحرار تهامة، ومنها حملات إنقاذ تهامة بهدف استعادة خدمة الكهرباء لسكان الحديدة، والتي تتحمل ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية كاملة لإيقافها، وعلى امتداد 8 سنوات من اجتياحها الآثم واستمرارها في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي للمواطنين. ودعا الإصلاح المجتمع الدولي والمبعوث الأممي والبعثة الأممية وكافة المنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية إزاء ما ترتكبه ميليشيا الانقلاب من جرائم حرب بحق الإنسانية ومضيها في مسار الحرب والقتل والتدمير. هذا وكان إصلاح الحديدة أقام فعالية عيدية مساء أول أيام عيد الأضحى المبارك، شارك فيها المئات من نازحي الحديدة في محافظة مارب، وتخللت الفعالية كلمات معبرة دعا فيها الأمين المساعد للمكتب التنفيذي لإصلاح الحديدة، دعا أبناء المحافظة إلى رص الصفوف للمضي في استكمال تحرير الحديدة. الإصلاح كل أبناء محافظة الحديدة إلى استلهام معاني العيد في إحياء قيم التراحم والتكافل والتعاون ورص الصفوف لأجل صناعة فرحة النصر والتحرير بإذن الله. 2. يؤكد الإصلاح على عدالة القضية التهامية ومظلومية تهامة والتي استمرت لعقود من التهميش، متجاهلين ما تقدمه محافظة الحديدة تهامة من تضحيات كبيرة على الصعيدين الوطني والتهامي. زارت قيادة إصلاح تعز عددا من جرحى تعز في منازلهم غرب المدينة مهنئينهم بالعيد، وقدموا لهم الهدايا العيدية اعترافا بالجميل الذي قدموه للشعب والوطن، وهم يجابهون ميليشيا الإرهاب الحوثية ويدافعون عن الدين والعرض والوطن. قيادة التجمع اليمني للإصلاح بتعز كعادتها كل عيد تقوم بواجبها الوطني في تفقد أسر الشهداء والجرحى لتهنيتهم بعيد الأضحى المبارك ومشاركتهم الفرحة وإشعارهم بأن المجتمع بكل قواه لا يمكن أن ينسى تضحياتهم وما قدموه من أجل الدين والوطن وللحفاظ على مدينتهم وهويتهم. هؤلاء الذين قدموا أغلى ما يملكون، فالبعض منهم معاق إعاقة كاملة والبعض منهم فقد جزء من أعضائه، ولكنهم رغم ما فقدوه إلا أنهم مستمرون في التضحية وفي الفداء وفي المرابطة. فهؤلاء الذين قابلناهم كلهم في المواقع ومستعدون للتضحية بأغلى ما يملكون. هؤلاء هم تاج على رؤوسنا وهم سبب في حريتنا وكرامتنا في تعز وفي اليمن. وهؤلاء الذين ينبغي أن يكون لهم لفتة كريمة من الأخ رئيس الجمهورية ومن الإخوة أعضاء المجلس القيادي الرئاسي، لا بد من لفتة كريمة لجرحى تعز، ولا بد من لفتة كريمة لعلاج الجرحى الذين في الداخل والذين في الخارج كذلك. هذا كله في أجل من أجل الله والوطن والثورة، من أجل الشعب اليمني، من أجل أن نحافظ على وطننا وترابنا ووحدتنا جميعا. لست نادما على أي شيء قمت به من أجل الله والوطن. ما زلنا ولا نفكر حتى بالندم بهذه، لأنه كل شيء في سبيل الله، وما زلنا سنضحي إن شاء الله. إن شاء الله ما زلنا مداومين الآن، جينا من الجبهات إن شاء الله. من جانبهم الجرحى ممتنين لهذه الزيارات، معتبرين ما قدموه من أجل الله ودينه وللحفاظ على الحرية والكرامة والهوية اليمنية الإسلامية التي تحاول الميليشيات جعلها في فلك الفرس والمشروع الإيراني. نهنا يعني نهنا المرابطين في الثغور، المرابطين في المواقع، المرابطين بين حر الشمس من أجل يعني تحقيق النصر الحقيقي، تحقيق يكون يعني لدينا فرحة كبيرة بعيد النصر إن شاء الله. نهنا إخواننا المرابطين في الجبهات وعلى الثغور، نهنا قيادتنا، نهنا الشعب اليمني شمالا وجنوبا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وبإذن الله عيدنا الحقيقي هو يوم تحرير أرض الوطن من ميليشيا الحوثي. أولا وقبل كل شيء نهني الأبطال في الجبهات والمواقع، موقع الشرف والبطولة، كذلك نهني قيادتنا السياسية ونهني الأفراد اللي هم مرابطين واللي يقوموا في واجبهم، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله، وإن شاء الله تقدم للأمام للأمام إن شاء الله، والنصر قريب. اليمن واليمنيون بخير ما دام فيهم من يقدم روحه ودمه فداء لقيمه، راضيا محتسبا صابرا مستعدا لتقديم المزيد، فبرأيهم لا يوجد أغلى من الدين والوطن والكرامة ليضحى من أجلهم. قال مدير أمن محافظة المهرة العميد مفتي سهيل صمودة إن الأجهزة الأمنية أمام تحدي كبير وحرب مفتوحة مع عصابات تهريب المخدرات التي تسعى لنشر السموم بين الشباب، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستكون صمام أمان المهرة، مطالبا الجميع باستشعار المسؤولية والخطر والتعاون معها في تنفيذ مهامها. جاء ذلك خلال كلمته أثناء زيارات الوحدات الأمنية في مدينة الغيضة لتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدا بالجهود التي حققوها خلال الفترة الماضية، مؤكدا على ضرورة رفع اليقظة الأمنية ومواصلة الجهود بالتعاون مع كافة المخلصين في المحافظة. تزخر محافظة المهرة بعادات وتقاليد عيدية تميزها عن بقية المحافظات الأخرى، حيث اعتاد المهريون على ترديد الزوامل والأهازيج في أيام العيد إحياء لهذه المناسبة وإشعارا للأهالي بالأجواء العيدية. تجديد الموروث الشعبي مسؤولية يتحملها الأبناء والأحفاد للحفاظ عليها وإبقائها متجددة وحاضرة بين الأجيال المتعاقبة. محافظة المهرة تنفرد بطقوس عيدية عن بقية المحافظات الأخرى، حيث يقوم أبناء مديرية الغيضة عقب صلاة العيد بزيارة الإرث التاريخي القديم لأجدادهم باعتباره مصدر فخر وقوة لهم. أننا نخرج مثل ما قالوا من مسجد جدنا الحبيب سالم بن أحمد الذي أتى إلى هذه البلدة منذ ما يقارب 377 سنة أو شيء هكذا، وإلى اليوم والليلة نصلي في هذا المسجد، ثم يخرجون مجموعة إلى أن يصلون إلى بقعة معينة وينقسمون إلى قسمين ويتجهون إلى أعوادهم السنوي، فيتجهون إلى 6 بيوت تقريبا. البيت الأول الذي أتينا من عنده بيت سالم بن أبو بكر، ثم يتون إلى حصن عيدروس بن عبد الله الذي له ما يقارب 200 سنة وهذه الحصون والبيوت عندما نزورها نكون لما نزورها نحيي ميراث شعبي تلقيناه. والخيل في المدن ويا مسعر صباح، والخضوب بكر بن سالم بطل العدل. إحياء الطقوس العيدية لا يقتصر هنا على تبادل التهاني بهذه المناسبة العظيمة فحسب، بل يتجمع المهريون أيضا في الأحياء ويرددون الأهازيج والزوامل ويجوبون الشوارع، وأصواتهم تصدح بتلك الكلمات التي تشعر الأهالي بالأجواء العيدية. سيقى عندنا كل شيء، يعني عندنا أنواع، عندنا مثلا عندنا هذا اللي يكون العقال قدام والوراء كل الأطفال، يعني عندنا ترتيبات كثيرة ما شاء الله، والطبول والأغاني والموسيقى والألحان كل حاجة عندنا. عندنا الأعياد، يعني الأعياد كلها يعني حماس في الأعياد، يعني يمكن من أفضل الأعياد عندنا هنا في المهرة. وبعد استكمال ترديد تلك الأهازيج يبدأ سكان الغيضة وغيرها من المديريات بزيارة الأقارب والجيران للاحتفال بهذه المناسبة التي لا تغيب عنها رائحة البخور وتقديم القهوة للضيوف. استمرار أبناء المهرة في إحياء هذا الموروث سيحميه من الاندثار من عوامل الحداثة التي باتت تغزو المجتمعات بشكل كبير. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة. على طول السنين نجمع في على طول السنين.
الندم ما حد فيها ما خلت ما ينفع مالا ولا بنين. سياسيا، أكدت المملكة المتحدة البريطانية على ضرورة فتح الطرق لا سيما في تعز، وحثت الحكومة وميليشيا الحوثي على المضي في الحوار لإنهاء الصراع. وأعرب السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهام في تغريدات على تويتر عن أمل بلاده في أن يسمح الحوار المستمر في اليمن بالمضي قدما نحو وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية للصراع. وقال إن فتح الطرق لا سيما في تعز ضروري لتخفيف معاناة الأهالي وتحسين الوضع الإنساني بشكل عام في اليمن، وأشار إلى أنه يتعين على جميع الأطراف أن تظهر استعدادها للتحرك نحو السلام. ورحب بالنتائج الإيجابية للاجتماع الثالث للجنة العسكرية بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، والذي اختتم مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان، حيث عزز الاجتماع الالتزام والتنسيق بين جميع الأطراف فيما يتعلق بالهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة. أكد الاتحاد الأوروبي في اليمن استمرار مساهمته الفاعلة في تحقيق سلام دائم في اليمن ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ 8 سنوات. وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل فينايس في برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بأن اليمن تعيش أجواء هدنة، وأعرب عن أمانه في أن يعم الأمن والسلام ربوع اليمن السعيد وأن تتحول الهدنة الحالية إلى سلام دائم. وأشار غابريل إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده في المساهمة بتحقيق سلام دائم. رحبت وزارة الخارجية التركية باتفاق تثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية في اجتماع لجنة التنسيق العسكرية في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة. وقالت الخارجية التركية في بيان لها إن هذه الخطوة مهمة في سبيل فتح الممرات الإنسانية في بعض المناطق والتخفيف من الأزمة الإنسانية في البلاد. وأكدت الخارجية التركية مواصلة بلادها لدعم مساعي الحوار بين الأطراف اليمنية وتضامنها مع الشعب اليمني. وأعربت الخارجية التركية عن أملها في أن يساهم الحوار للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وحل الخلاف على أساس الشرعية الدستورية في إطار قرارات مجلس الأمن والمعايير الدولية. حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر من مخاطر أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية المتصاعدة على ملايين اليمنيين ممن يعانون بالفعل من الجوع الشديد. وقال اتحاد الجمعيات في بيان إن انعدام الأمن الغذائي باليمن في أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث يعاني منه نحو أكثر من 16 مليون شخص منذ فترة طويلة، ويتضاءل الأمل بالنسبة لهم في النجاة. وأشار البيان إلى أن الأزمة في اليمن تعد واحدة من أكثر الأزمات خطورة، وهناك فجوات كبيرة في تمويل الاستجابة الإنسانية لأكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءا نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود جراء الصراع في أوكرانيا. بفرحة غير مكتملة استقبل النازحون عيد الأضحى في محافظة المهرة، وهم عاجزون عن شراء أبسط احتياجات العيد لأطفالهم، إلى جانب معاناة بعض العاملين في المؤسسات البدنية الذين كانوا يتمنون قضاء الإجازة بين أسرهم. في الوقت الذي يبتسم فيه هؤلاء الأطفال وهم يرتدون ملابسهم الجديدة، ثمة أسر كثيرة لم تستطع رسم الابتسامة والفرحة على أبنائها، كحال النازحين من مناطق الصراع إلى المهرة الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن توفير أبسط احتياجات العيد في ظل غياب المساعدات العيدية. يعني ينقصهم كثير من الاحتياجات، من كسوة عيد، من أضاحي، من خدمات بشكل عام. وضع الشعب بسبب هذه الحرب المدمرة لا يسر يعني الجميع. وضع مأساوي لم يلقي بظلاله على النازحين فحسب، بل على العاملين في المؤسسات المدنية هنا بمدينة الغيضة الذين كانوا يتمنون قضاء إجازة عيد الأضحى بين أسرهم، لكنهم يتخوفون من الإرهاب الحوثي الذي يتربص لهم في طريق العودة. النازحين هنا في محافظة المهرة استقبلوا النازحين مثلهم كمثل أي نازحين في بقية المحافظات، فهم مشتاقين إلى مناطقهم، مشتاقين إلى بيوتهم،
وأيضا ينقصهم الكثير والكثير في هذه المحافظة. ومن الملاحظ أن هناك قلة الدعم في محافظة المهرة للنازحين، بالرغم المعاناة يعني بيمر بها الشعب اليمني وخاصة النازحين في محافظة المهرة وفي مدينة الغيضة، لكننا وجدنا حاضنة يعني احتضنت الجميع، ولم نحس أننا كنازحين رغم غلاء الأسعار، رغم النزوح، رغم الوضع المعيشي الصعب اللي عايشينه في هذه الأيام، لكن يعني الحمد لله وشكر الله حسينا وكأن احنا بين أهلنا في مجتمعنا في الغيضة، وشكر لهم وشكر للجميع. وما بين مرارة الغربة داخل الوطن الواحد وعجز آلاف الأسر عن تغطية احتياجات أبنائها العيدية، لا يزال هؤلاء يعولون على المجلس الرئاسي والحكومة في تخفيف معاناتهم. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة. أفرجت السلطات الإرتيرية اليوم عن 96 صيادا يمنيا بعد مرور أكثر من أسبوعين على احتجازهم في المياه الدولية قبالة سواحل اليمن. وأكد رئيس جمعية شباب الخوخة التعاونية السمكية خالد زرنوقي في تصريحات إعلامية وصول الصيادين إلى مركز الإنزال السمكي بمدينة المخا. وأوضح زرنوقي بأنه تم الإفراج عن الصيادين اليمنيين ومصادرة قواربهم ومعداتهم البحرية. ويتعرض الصيادون اليمنيون بين الحين والآخر لمضايقة واعتقالات من قبل القوات الإرتيرية في المياه الدولية اليمنية زادت حدتها خلال سنوات الحرب. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن توزيع لحوم الأضاحي في 4 محافظات يمنية عبر الشريك المنفذ مؤسسة يمال للتنمية والأعمال الإنسانية. ويشمل المشروع توزيع 2000 أضحية يستفيد منها 28 ألف فرد من الأسر الأشد ضعفا من النازحين والمجتمع المضيف في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومارب. وقال مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في محافظة عدن عبد المهذب بأن ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ مشروع الأضاحي لفئة إنسانية يشكرون عليها، حيث يستهدف المشروع الأسر النازحة والمجتمع المضيف لها. وأشاد رئيس مؤسسة يمان للتنمية والأعمال الإنسانية أحمد الأكوع أشاد بالتدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان والتي أسهمت بشكل ملموس في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة. نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مارب مشروع لحوم الأضاحي الذي يستهدف أكثر من 10,000 مستفيد. ويهدف المشروع الذي تنفذه مؤسسة يمال للتنمية إلى توفير لحوم الأضاحي للمديريات والأسر الأشد فقرا. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق. قيادات عسكرية وسياسية تتفقد أبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهات العزة والكرامة. إصلاح الحديدة يقيم فعالية عيدية ويؤكد على استمرار النضال لتحرير المحافظة وانتزاع حقوق أبنائها. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله.